الأرض، يعني إنه من امبارح لغاية النهاردة لأول مرة خلال أي حروب بتعاني منها غزة بيبقى في الصواريخ ما زالت مستمرة من الجانب الفلسطيني في كل لحظة والتانية، في تقارير عن إخلاء لمدن إسرائيلية، لطوارئ في مدن إسرائيلية. امبارح كنا بنتكلم عن ديمونة، النهاردة كان في زي ما قلت لحضراتكم في أول الحلقة قرار من الحكومة بإخلاء سديروت اللي هي بره غزة على طول، لكن كان في تطور برضو من حوالي ساعة ولا من ساعتين بالكتير قوي إنه تم الإعلان عن تعرض نقطة شرطة إسرائيلية في القدس للضرب، وأعلنت السلطات الإسرائيلية إنه في 2 من عناصر الشرطة الإسرائيلية قتلوا. احنا معانا زميلتنا المراسلة، مراسلة العربية الشقيقة العزيزة، وهي مراسلة في الحقيقة الواحد بيتابعها على مدى الأيام اللي فاتت يعني، وأشجعها وأشد على أيديها لأنها بتقوم بعمل دقيق جدا جدا وعندها ضبط نفس عالي جدا. الزميلة لنا كولجاسي، برحب بوجودك معانا. أهلا فيك، شكرا لك. قولي لي إيه آخر التطورات بعد الحادث الأخير في القدس دلوقتي؟ نعم، يعني كما تحدثت نتحدث عن عملية إطلاق نار، إصابة جنديين وليس مقتل، إصابة أولى متوسطة وثانية. يعني ما تمش إعلان وفاتهم، هم مصابين؟ لا لا، وهناك أنباء أيضا عن عدد من الإصابات الأخرى، حتى الآن لم يتم التأكيد، ربما ازداد عدد الإصابات إلى 5 ربما، ولكن المؤكد هو جنديين إسرائيليين، الأولى بإصابة متوسطة والثانية بإصابة خطيرة، وحالة من الاستنفار والهلع فعليا في القدس. أيضا يعني تحسبا من غدا يوم الجمعة، وبالتالي هناك دعوات أيضا للخروج بمسيرات فعليا تضامنا مع قطاع غزة سواء في الضفة الغربية أو حتى في القدس، و بالتالي من المتوقع أن يكون هناك اشتباكات أيضا غدا الجمعة، خاصة بأن هناك تشديدات أمنية كنت كبيرة. لسه هسألك حالا لنا، هو عادة في الظروف دي بيبقى فيه قيود شديدة على الوصول للمسجد الأقصى، وبيبقى فيه قيود على الأعمار اللي هتدخل للمسجد، هل تم إعلان القيود دي؟ هل تم يعني إظهار أي نوع من الترتيبات الخاصة بالصلاة بكرة في المسجد الأقصى؟ يعني فعليا يكون هناك يعني توترات كبيرة، وبالتالي يتم نشر أعداد كبيرة من الشرطة الإسرائيلية على أبواب المسجد الأقصى، ويتم منع بشكل عام عدد من الشبان الفلسطينيين الدخول إلى المسجد. وأيضا قبل حتى هذه الأحداث بطبيعة الحال الشرطة الإسرائيلية تقوم بمنع عدد من الفلسطينيين التوجه، وبالتالي تقوم بإرسالهم إلى المحاكم، وبالتالي تمنعهم لعدد من الأشهر حتى الاقتراب إلى أسوار البلدة القديمة، وبالتالي لا يستطيعون حتى التوجه إلى أبواب المسجد الأقصى. وهذه الإجراءات ليست جديدة، وتقوم أيضا بعمل تسهيلات لاقتحام المستوطنين إلى ساحة المسجد الأقصى. دعني فقط أشير إلى نقطة يجب الجميع أن يعلمها، أن هناك حرب ليس فقط على أرض الواقع، وإنما أيضا حرب على الفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي. نتحدث عن سكرتير نتنياهو العسكري، حسب القناة 13 قام اليوم بجمع مؤثرين إسرائيليين على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم البروباغاندا الإسرائيلية ولنشر قصص إسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي. في المقابل القوات الإسرائيلية تقوم باعتقال فلسطينيين من القدس وحتى من أهالي 48، وتقوم باعتقالهم بسبب نشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعم قتل أو تدعم قطاع غزة ضد قتل الأطفال، وبالتالي هذه أيضا حرب نفسية وأيضا حرب على مواقع التواصل الاجتماعي مصمود. وحرب على نشر القضية الفلسطينية. لنا كولغاسي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا، عارف أنه يعني ساعاتك فيها الكثير من العمل والمتابعة، بشكرك جدا على وجودك معانا، زي ما بتقولوا ديري بالك يعني خلي بالك من نفسك.